لا أحد يحتكر النجاح لنفسه، النجاح ملك لمن يدفع الثمن. إيه الأوفر ده؟ بالفعل نقدر نقول النهاردة إن AMD دفعت الثمن ده مع الجيل الجديد اللي بنختمه النهاردة بالملك، الملك الجديد رايزن 9 5950X، ملك الفئة الاستهلاكية، واللي على ما أظن إنه معالج استهلاكي، على ما أظن أنه مش معالج استهلاكي أصلاً بأي شكل من الأشكال. المعالج ده هو وإخواته رسمياً حطوا آخر مسمار في تابوت إنتل، كابوس أحمر بتعيشه إنتل دلوقتي على إيد تنين AMD اللي فاق كل التوقعات. وما تقعدش تقولي بقى كورة i9-10900K وتقولي فريمات إنتل وبتاع، المعالج ده دخل قطع عرق وسايح دم. معالج زي ده مش لاقين له كلمات، معالج أخضع الجميع تحت سلطته، معالج مش عارفين نوفيه حقه في ثقة بالتركيب بتاعه أصلاً. أنت متخيل إن إحنا في حيرة من أمرنا إن إحنا نوفيه حقه؟ أقوى معالج ألعاب في التاريخ، أقوى معالج استهلاكي في المالتي تاسكينج، عشان لو حابب تصنع محتوى خاص بيك على أي جودة ممكن تفكر فيها. صناعة محتوى إيه؟ معالج زي ده يخش في سكة الموديلنج والماشين ليرنينج وحتى الـ AI بكل سهولة بسبب قدرته الجبارة. معالج رايزن 9 5950X أو الملك الجديد، بيجي ب 16 كور 32 ثريد مع تردد 3.4 جيجا هرتز، ده الأساسي، و 4.9 لما بيبوست. زي أخواته الصغيرين بيجي بميمورية زين 3 عشان تقسم المعالج ده نصين جوه كل شريحة تحت مسمى الـ CCX عشان تعلي الأداء بتاع السنجل ثريد والمالتي ثريد بتاع البروسيسور، لأنه بيلغي قصة التأخير في التواصل اللي كانت موجودة زمان في الجيل الثالث واللي ما حسناش إنها أزمة غير لما شفنا البروسيسور ده. الفكرة إن الـ 5950X حط 8 أنوية بـ 16 ثريد في الشريحة الواحدة، وده معناه إن المعالج ده مقسوم نصين، كل شريحة أو CCX فيها 8 أنوية بـ 16 ثريد مرة واحدة، بدل ما كان 3950X مقسوم 4. عدد الأنوية الأكبر ده بيسمح إنه يكتسح الـ 3950X ويكتسح الـ i9-10900K في التعاملات مع البيانات العملاقة أو أي حاجة معمولة من 0-1. يعني كسيناريوهات مختلفة، بروسيسور رايزن الجديد ده لو هتلعب عليه هتاخد أكبر كمية فريمز ممكنة من اللعبة اللي بتلعبها، ولو بتشتغل على داتا كبيرة جدا لمشروع كبير قوي مش هياخد معاك نفس الوقت اللي كانت بتاخده بروسيسورات انتل أو الـ AMD القديمة. وما ننساش برضو إن ذاكرة الـ L3 كاش أو اللي بنقول عليها الذاكرة المخفية اتقسمت بشكل أحسن، بدل ما تبقى مقسومة على 4 دلوقتي بقت مقسومة على 2، بس عشان تتيح للكورز بتاعت البروسيسور إنها تتعامل معاها بشكل أسرع وأحسن. ظروف الاختبار اللي لازم تبقى موجودة في الجهاز. قبل ما نخش في الاختبارات والأداء والكلام الجميل ده كله، تعالى بس نفتكر حاجة. أحسن شريحتين ممكن تتعامل معاهم معالجات AMD Ryzen 5000 الجديدة هما البي 550 والاكس 570 بتوعها. احنا هنختار الاكس 570 لانها اعلى فئه، بس ليه يا اسماعيل تعمل كده؟ ليه مالها البي 550؟ ما هي احدث وجديد. اقول لك، احنا عاوزين نستغل كل حاجه ممكن ناخدها من 5950X، عاوزين كل الخطوط بتاعه البي سي اكسبرس 4 الزياده اللي بتوفرها لي البورده. وخد بالك برضو انا محتاج الخطوط بتاعه البي سي اكسبرس 4 الثانيه بتاعه الاس اس دي، ده غير بتاعه الكروت نفسها طبعا واللي بتيجي ب 16 خط. بلاش ننسى برضو ان الاكس 570 كشريحه كل الفي ار امز اللي موجوده فيها من المفترض ان يكون في نظام تبريد مخصوص ليها عشان احسن تجربه مستقره مع كسر السرعه. يعني لو حبيت تكسر سرعه مع معالج زي ده محدش يستاجر يا باشا يقول لك لا، ما انت صارف كل ده بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد. يعني انت معاك بورده تستحمل بقى، مش بي 550 اللي عايش على نظام تبريد باسيف بحت. اصل تعالى نتكلم جد، يعني اللي هيحط فلوسه في حاجه زي رايزن 9 5950X لو مستخسر انه يجيب SSD من الجيل الجديد او كارت من الجيل الجديد اللي بيستهلك الخطوط دي، يبقى معلش يعني البروسيسور ده مش ليك. اصل بص، تلقائيا لاحتياجاتك المعالج زي ده هتبقى يعني ريندرينج بشكل قاسي جدا، مونتاج تقيل قوي قوي، السكه بتاعت الداتا ساينس او الماشين ليرنينج عشان تعمل مودلز كبيره متعلقه بالذكاء الاصطناعي، دي المناطق اللي هتحتاج معاها معالج زي ده. انما لو عايز جيمنج معلش يعني ممكن تنزل شويه بمقام حضرتك وتروح تجيب 5800X في رايزن 7، بدل ما احنا عمالين نرمي فلوس في الارض. اشترك لك في الجيم احسن بفرق السعر، روح جيب لك كارب حراسه للكيسه بدل ما تجيب بروسيسور مش هستفيد بيه. المره دي انا هقدم لك كم اختبار زياده عشان نشوف هل فعلا معماريه زين 3 في المعالجات الهاي اند ادت فرق ولا لا. دلوقتي هنبص كالعاده على بنش ماركس بتاعت منصات الاختبار بتاعتنا والالعاب بشكل طبيعي جدا، بس اتقل عشان اللي جاي هيثبت لنا كام حاجه عشان ما نسمعش كلام من انتل تاني. من ناحيه الجيمز، شادو اوف ذا توم ريدر مع 2080 تي اي على ريزولوشن 1080، 5950X جاب 165 فريم، ال 10900K 155 فريم، يعني فرق 10 فريمز. ال 3950X كان جايب 138 فريم وده كان فرق كبير. على 2K ال 5950X
كان جايب 117 فريم زيه زي ال 10900 كي بالظبط، ولكن ال 3950 اكس كان جايب 111. فار كراي نفس كارت الشاشه 2080 تي اي على ريزولوشن 1080، 5950 اكس جاب 162 فريم، وال 10900 كي جايب 160 فريم، يعني فرق عدد 2 فريمز. ال 3950 اكس 127 فريم يلا البؤس، وعلى 2 كي ال 5950 اكس جاب 134، ال 10900 كي جاب نفس ال 134، وال 3950 اكس جاب 123. على تيست سيني بنش ار 15 سنجل ثريد ال ار 9 5950 اكس جايب سكور 247، في حين ان الاي 9 10900 كي جايب 225، ورايزن 9 3950 اكس كان جايب 215. مبدئيا كده ال 5950 اكس معدي الوحش السابق 3950 اكس ب 27.4% تقريبا، ومعدي الملك السابق في السنجل ثريد الاي 9 10900 كي ب 21.7%. طيب سيني بنش ار 20 سنجل ثريد، ده التست اللي ست الكل ليسا سو اتكلمت عنه، وبالفعل رايزن 9 5950 اكس جايب 634، في حين ال 10900 كي جايب 531، مع العلم ان 3950 اكس جايب 524. يعني انت اللي كانت معديه ال 3950 اكس ب 0.013%، فقامت الحاجه ليسا سو الله يمسيها بالخير نازله وقال لك ايه، طب 21.1% فرق. طيب سيني بنش ار 15 مالتي ثريد، ده اللي AMD كانت كسبانه فيه اصلا. رايزن 9 5950 اكس جايب 4483، في حين ان 3950 اكس كان جايب 3969، واجدع واحد عند انتل اي 9 10980 اكس اي كان جايب 3744، والعزال المرحوم اي 9 10900 كي 2624. انت متخيل ده معناه ايه؟ ده فرق تقريبا 70.8%. في فرق في السرعات سيد الرئيس. طب بلاش، الفرق برضو 19.7% مقارنة بال 10980 XE. يعني بما ان احنا مع معالج خاص من نوعه فلازم يبقى في اختبارات خاصة من نوعها. الاختبارات دي ليك يا عاشق الاشياء الجيكي والتفاصيل الصغيرة. الاختبارات اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي الاختبارات اللي بتثبت ان AMD تفوقت بالفعل على نفسها وعلى انتل بكل سهولة. هو الموضوع تحسه مأفر شوية، بس هل انت عارف ان جسم سطح كوكب الارض ممكن التعرف عليه من خلال بعض العمليات الحسابية؟ في عملية من دول اسمها عملية كيرشوف مايجريشن، والعملية دي بتاخد مجموعة من البيانات جاهزة وكبيرة عشان تطلع صورة لما تحت هذا السطح. الاختبار ده بيتم من خلال منصة سبيك وركستيشن 3 المشهورة بمجموعة اختباراتها الكبيرة جدا لأجهزة الوركستيشن بالذات، وهي من أدوات البنشمارك الفعالة جدا مع المعلومات القوية. واتضح بالفعل ان معالج رايزن 9 5950 اكس بيتفوق على كل المعالجات ما عدا الثيرد ريبر 3960 اكس، وده بسبب استفادته من الانويه الزياده، بس بفرق 5 ثواني قصاد 8 انويه لسه ماسك نفسه جامد. صحيح الاي 9 10900 كي كان عايز بعد الكسر 32 ثانيه، رايزن الجديد كان محتاج 22 ثانيه. اما بقى بالنسبه لاحمال مجموعه كالكليكس الرياضيه الصعبه جدا على المعالج، واللي بتستغل اداء تعدد الانويه بشكل كامل عشان تحسب بعض الحسابات ثلاثية الأبعاد، فالأحمال دي كانت بتعاني معها مجموعة ثريد ريبر برضو، بس النهاردة أقوى معالج اتعامل معها على سرعته الأساسية الـ 5950 X، والمعالج خد 198 ثانية بدلا من 220 بتوع الـ 10900 أوكي. ماله الكسب. الاختبار القاسي برضو واللي هيعرفه بالذات طلاب كمبيوتر ساينس هو استخدام مكتبة كبيرة من لغة بايثون للبرمجة عشان نعمل عدد كبير من المعادلات في وقت واحد. الصراحة هما مكتبتين وهما نمباي وسكيبي. وجود المكتبتين دول بيساعدنا من خلال حساب المصفوفات على الأنوية كلها عشان نقدر نحس مدى قوة المعالج نفسه. قبل الاختبار ده كل معالجات رايزن كانت تحت انتل بجيلها العاشر، لكن كله دلوقتي بقى تحت الـ 5950 اكس اللي قدر يخلص القصة دي كلها من 45 ل 46 ثانية بدلا من 50 ل 51 ثانية زي الـ i9 10900 كي. كل كبير وليه آخر، كل واحد بيدفع تمن ضعفه وبطئه، كل واحد هنا بيدفع تمن فشله، بس في واحد تاني بيدفع تمن نجاحه وتطوره. مبروك لـ AMD على فوزها بمعركة الجيل الجديد، ومش هنقول هارد لك لإنتل عشان إنتل ما حطتش أي مجهود أصلا في الماتش ده. سلسلة معالجات تقدر تعمل لك كل حاجة في عالم الجيمز وعالم البيزنس وعالم الداتا وعالم الذكاء الاصطناعي وأي عالم ممكن تفكر فيه أو تحلم بيه حتى لو كان عالم سمسم. بس برضو حتى لو تقدر تعمل كل حاجة مش لازم برضو يبقى المعالج ده وجهتك، ممكن تروح لرايزن 7 من باب التوفير والاستثمار في أي كارت، ولا أنت شايف إيه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة،
كان معكم محمد سمير من عرب هاردوير، اشوفكم الحلقه الجايه.